بسم الله الرحمن الرحيم حديث استوقفني، يعني الحقيقة هذا الحديث أنا شخصياً أرتاح له. يريحك جداً. يأخذك لعالم الآخرة، يأخذك لموقف تقفه أمام الله. موقف جميل جداً، دعوني أقرأ الحديث أولاً ثم نتدبر ونتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته انظر أخي الحبيب كيف أن الله سيوقفك هذا الموقف، كل واحد منا سيقف وسيسترك بكنفه يعني بينك وبينه هذا 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 الخطاب سيكون بينك وبين الله، لا يسمعه ملك ولا بشر ولا اهلك ولا فلان ولا احد من البشر ولا احد من المخلوقات. يضعك الله في كنفه ويسترك من المخلوقات والملائكه والناس ويخاطبك ويذكرك. هل تذكر يوم فعلت هذا الذنب طبعا المتكلم هو الله سبحانه وتعالى والمخاطب هو العبد الضعيف الذي لا يملك من امره شيئا فيقول اي رب نعم تذكر ذنب كذا نعم تذكر ذنب كذا حتى يصل هذا العبد الى مرحله يظن انه هلك النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة يقول كل ابن آدم خطاء يعني لو أمسكت أي إنسان اليوم ورأيت كم ذنبا ارتكب ربما تكون كارثة لأننا مكبلون بالأخطاء طوال اليوم نخطئ طوال اليوم فأنظر خلال سنوات خلال ستين سبعين سنة مثلا خلال عمر ستعيشهم كم مليون خطأ سيذكرك الله بها جميعا، وأنت تقف في ستر الله، وفي كنف الله، وأنت في أقصى درجات الضعف، وأنت تقرر ذنوبك كاملة، تعترف بها، وهنا الله عز وجل برحمته يقول لك لقد سترتها عليك في الدنيا، يعني لم اكن لاسترك في الدنيا وافضحك الآن، واليوم اغفرها لك، هذه اللحظه اخي الحبيب عندما تعيشها ستشعر بسعاده انا لا استطيع ان احدثك عنها لانني لان لا, لا يستطيع أي انسان يتحدث عن حجم السعاده الا من كان في هذا الموقف بعد ان يعتقد الانسان انه هلك وانتهى وانه ذاهب الى النار والعياذ بالله وان ذنوبه كلها ظهرت امام الله لا يخفى عليه شيء فياتيك الفرج ويمحو الله هذه الذنوب ويغفرها يسترها اولا ويمحوها ويغفرها ثم يعطيك كتاب حسناتك يعطيك الكتاب كله حسنات من فرحه الانسان في ذلك في تلك اللحظه انه من شده فرحه ياخذ كتابه بيمينه ويقول ها ام ها ام اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية جنة عالية قطوفها دانية تتدلى لعندي ثمارها ونعيمها كلوا واشربوا هنيئا لكم بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية المهم هذا الموقف أخي الحبيب أنا عندما أتذكره فعلاً يعني إله سيغفر لي كل هذه الأخطاء كل الذنوب التي سترها الله علي في الدنيا سيغفرها يوم القيامة، والله هذا إله عظيم جداً. هذا الإله يعني يعني نحن لا نستطيع أن نوفيه حقه بل بل يعني هذه الكلمة خطأ يعني لا نستطيع أن نفعل أي شيء سوى أن نقول يا رب ليس بيدنا أي شيء أيها الأحبة ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة لا مثيل لها كل الرحمة الموجودة على الأرض التي تتراحم بها البهائم والأمهات والمخلوقات والكائنات إلى يوم القيامة هي واحد بالمئة فقط وتسعة وتسعين بالمئة من الرحمة لا زالت عند الله يخبئها ليوم القيامة ليرحمك بها أخي الحبيب. لذلك هذه دعوة هنا للإخوة الملحدين إخوتنا في الإنسانية. طيب أنت كملحد يعني كيف تعيش؟ أنا أتساءل بالنسبة للملحد الذي لا يؤمن بالنبي ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني كيف تستطيع ان تعيش من دون هذا الاحساس؟ يعني احساسك بوجود اله عظيم ستقف امامه سيغفر لك كل شيء. طيب هذا الاحساس كم ثمنه؟ هذا احساس رائع انا يجعلني سعيدا في الدنيا جدا. يجعلني يعني يعني انا انا سأ... انا العبد التافه الفقير الضعيف لا قيمه لي هذا الانسان الذي تصوره نظريه التطور وعلماء اليوم على انه كائن جاء من قرد وسيعيش ويموت ويتحول الى تراب وليس له اي قيمه يعني انظر العلم التجريبي اليوم جعل من الانسان مخلوق لا قيمة له، ليس له هدف وليس ليس له أي قيمة، سعره مثله كمثل القرود يموت ويحيا وانتهى الأمر. بينما الإسلام جعل لك قيمة كبرى، الله عز وجل خالق الكون، خالق هذا الملك العظيم مالك الملك، أنت ستقف أمامه أنت الضعيف ستقف امام الملك سبحانه وتعالى ويسترك بكنفه لانه يحبك يسترك كما انت تمسك بابنك وتاخذه وتغلق الباب لكي لا يراه الناس وتقول يا بني انت هذا اخطات هنا وهنا اخطات وهنا وتخاف يعني طبعا والله المثل الأعلى نحن نتحدث كبشر نخاف يعني تخاف أن يسمعك الناس أو أن أحد يؤذي ابنك أو كذا من شدة محبتك له يوم القيامة الله أكثر حبا لك من أبيك وأمك ومن الناس جميعا هو يحبك لدرجة أنه لا يريد أن يزعجك بأن يطلع أحد على هذا الذنب، سبحان الله، <applause> لذلك يسترك بكنفه ويحيطك برعايته ويقول لك أتذكر 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 ثم يغفر لك هذه الذنوب يمحوها تماما ويعطيك كتاب كله حسنات، كله الكلام الطيب الذي قلته، لذلك أنت تفتخر أمام الناس ولكن لو كان فيه هذه الكوارث لكنت خبأته هاؤم اقرأوا كتابي انا ليس لدي ذنوب <applause> مع العلم ان الله هو الذي ستر هذه الذنوب وهو الذي محاها وغفرها لك نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا هذه الذنوب ايها الاحبه وان يسترنا في الدنيا والاخره وصدقوني احبتي في الله هناك كنوز نبويه عظيمه جدا معظمنا غافل عنها بعض الناس المساكين يشككون بسنه النبي يعني انا اقول حرموا هذه الكنوز يشككون بهذه الكنوز يقولون لا نريد السنه لا نريد كذا هو يعني مسكين لانه حرم وللاسف هناك من يتاثر به ويتبعه وهذا ايضا محرم لذلك ادعوكم احبتي في الله لهذه الكنوز ان تستفيدوا منها لانها ستغير حياتكم كما غيرت حياتي وستعيشون حياه مليئه بالطمأنينه والهدوء والفرح والسرور برحمه الله سبحانه وتعالى فهو القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق